بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رفعه الله فوق السماوات العلى، ورأى من آيات ربه الكبرى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشتغلوا بما ينفعكم وينفع إخوانكم، وتجنبوا ما يضركم ويضر إخوانكم، فهذا هو الذي كلفتم به. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي. فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ومنهج واضح يسير عليه المسلم في حياته، أنه يأخذ بما يعنيه ويشتغل به، ويترك ما لا يعنيه ويتجنبه. فلو أن المسلم التزم بهذا المنهج لحصل على خير كثير، ولسلم من شر كثير. فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن المسلم يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأعمال، أي ما لا يفيده ولا ينفعه ولم يكلف به، وأنه يعمل ما يعنيه وما يخصه وما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وذلك بأن يبدأ بنفسه فيعمل لها ما يصلحها، ويجنبها ما يضرها من الأقوال والأعمال. فمن الأقوال: لا يتكلم إلا بما فيه خير ومصلحة عاجلة وآجلة. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا فيه إحسان إلى نفسه وإحسان إلى الناس، وهو الأمر بكل خير وطاعة وما فيه مصلحة له ولغيره. فلا يستعمل لسانه إلا بذلك، ولا ينطق بما يضره ويضر غيره من الأكاذيب والشائعات، أو من السب والشتم أو غير ذلك. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكان، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأقوالك محصاة ومكتوبة، وستحاسب عنها، فإن كانت صالحة جنيت منها الخير عاجلا وآجلا،
وإن كانت سيئة جنيت منها الشر عاجلا وآجلا. ففي الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم. الكلمة الواحدة هذا شأنها، فكيف بالكلام الكثير؟ لا خير في كثير من نجواهم، أي من كلامهم، إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى. فاحفظوا ألسنتكم، فالإنسان لا يتكلم إلا بما فيه مصلحة لنفسه ومصلحة لإخوانه، بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الجاهل ويذكر الغافل ويدعو إلى الله، هذا فيما ينفع الناس وفيما ينفع نفسه، يشتغل بذكر الله، بتلاوة القرآن، التسبيح والتهليل والتكبير، ويكثر من ذلك، فإنه ذخر له عند الله سبحانه وتعالى. ويتجنب الكلام السيء. فقد سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الإنسان يتساهل في الكلام ولا يلقي له بالا، يتلقف الشائعات والأكاذيب ويروجها بين الناس، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يذيعه بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه إلا في الخير. وكذلك الأعمال، فلا يعمل إلا ما فيه خير ونفع عاجل أو آجل. والأعمال الصالحة والأعمال المفيدة كثيرة ولله الحمد، وفيها ما يشغل المسلم ويأخذ فراغه ووقته، ولا ينشغل بما فيه ضرر عليه، لا يشتغل بالقيل والقال وسماع الكلام وسماع الملاهي والمعازف والمزامير، لا ينظر فيما يضره ولا يسمع ما يضره، ولا يتكلم إلا بما ينفعه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عن هذه الحواس وعن هذه الأعضاء ما يعمل بها، فهو يجني على نفسه أو يجني لنفسه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فاتركوا ما لا يعنيكم، اشتغلوا بما يعنيكم ويفيدكم ويجلب لكم الخير في الدنيا والآخرة، ما ينفعكم وينفع مجتمعكم وإخوانكم. اسعوا بالإصلاح بين الناس، اسعوا بما ينفع الناس من الأمر بالصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتنالوا هذا الوعد من الله سبحانه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتنبهوا لذلك، فإن الأمر خطير جدا. وكلما تأخر الزمان كثر الانشغال بالقيل والقال والغفلة عن ذكر الله، وانطمست أعلام الخير إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وذلك لإقبال الدنيا على الناس
وانفتاحها على الناس، خصوصا في هذا الوقت الذي تقاربت فيه الأقطار بواسطة وسائل النقل السريعة وبواسطة وسائل الإعلام السريعة، حتى ما يحصل في أقصى العالم يبلغ أقصاه في لحظة واحدة، إما أن يكون خيراً وهذا قليل، وإما أن يكون شراً وهذا كثير. فأنقذوا أنفسكم من هذه الأخطار، تعيشون الآن بين أخطار عظيمة وتيارات جذابة، فخذوا حذركم وخذوا بأنفسكم، خذوا بأولادكم وأهليكم إلى طاعة الله، وانهوهم عن معصية الله فإنكم مسؤولون عنهم. خذوا بأيدي إخوانكم المسلمين فأنتم مكلفون بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الذي يسألكم؟ إنه العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. فتأهبوا للسؤال وأعدوا الجواب، فإنه لا ينجي عند الله إلا الصدق. اليوم ينفع الصادقين صدقهم، فالله جل وعلا لا يروج عليه الكذب، ولا يروج عليه البهتان والاحتيالات والتزوير، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وهو محيط بكل شيء. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، في بر أو بحر أو جو أو في بلدك أو في بلاد الكفار البلاد الأخرى، اتق الله أينما حيثما كنت، لأنك مسلم مسؤول عن إسلامك، مسؤول عن دينك. أما من يظهر النسك والتقوى في بلاد المسلمين ثم إذا ذهب إلى بلاد الكفار انساح معهم وترك دينه، أو ربما أنه يشعر أن دينه ذلة وأنه عورة فيخفيه أو يتركه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا من تسويل الشيطان. دينك أمانتك، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وهذه الأمانة، يفهم بعض الناس أن الأمانة هي الوديعة فقط. الأمانة أعظم من ذلك، الأمانة ما كلفك الله به من عبادته وحده لا شريك له ومن التزام دينه. فدين الله أمانة بينك وبين الله عز وجل، ستسأل عنه يوم القيامة عن هذه الأمانة. ولهذا قسم الناس نحو هذه الأمانة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حفظها ظاهراً وباطناً وهم المؤمنون، والقسم الثاني من ضيعها ظاهراً وباطناً وهم الكافرون، والقسم الثالث من حفظها ظاهراً وضيعها باطناً وهم المنافقون. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. اشكروا الله على هذه النعمة التي تعيشونها تحت ظل الإسلام وتحت عدل الإسلام ورحمة الله جل وعلا. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كما أوصاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضيعوها ولا تتهاونوا بشانها ولا تنشغلوا عنها بما يحدث الآن في العالم من الفتن والشرور. ولو اقتصرت عليهم في بلادهم لما سألنا عنهم ودعونا الله أن يزيدهم منها، ولكنها وصلت إلينا عن طريق الإنترنت وعن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وصلت إلينا بما فيها من الشرور والتحريش، وما فيها من الأكاذيب، وما فيها من الإرجاف، حتى أصبح بعض الناس لا شغل له اليوم إلا بمطالعة هذه الأشياء والتحدث عنها بين الناس، حتى يصبح مشغول البال مندهشاً مما يسمع ويقرأ، وغالبه كذب وإرجاف. فعليه أن يتوكل على الله عز وجل. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا تهمكم هذه الأشياء إذا اعتصمتم بعصمة الله ورجعتم إلى الله. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فاتقوا الله عباد الله، ولا تنشغلوا بهذه الأمور، اتركوها وابتعدوا عنها وأبعدوها عن بيوتكم وعن أولادكم، واشتغلوا بذكر الله وبطاعة الله، فإنها فتن عظيمة وفتن كقطع الليل المظلم، كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فحاذروها واحذروا منها وحذروا منها، واشكروا الله على ما أنتم فيه من الخير والنعمة والأمن والإيمان، وحافظوا على ذلك تمام المحافظة حتى يبقى لكم ويدوم. فإن الله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين.
اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، ولا تقتلنا بغضبك وعقابك يا رب العالمين. اللهم أحي عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله